مكانه وعايش زمانه وتر مكانه وعايش زمانه مالك انت يا ابو الخير ايش دخلك بمر الغير ايش دخلك ايش دخلك بمر الغير ايش دخلك وين الغلط ها وايش الغلط هذا انا ابو الخير هذا انا ابو الخير هذا انا ابو الخير ما احب ابد شوف الغلط واللي يغلط انا لازم اوقف عن الغلط نعم احتمل انا الخطأ وهذه رفيقة العصا ان العصا لمن عصى يا الصح يا اما هذا العصا ما احتمل انا الخطأ وهذه رفيقة العصا ان العصا لمن عصى يا الصح يا اما هذا العصا ما الباب وابو الخير ما الهم ما الغير ما الباب وابو الخير ما الهم ما الغير شوفوا أفعالهم اليوم شوفوا 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 وعايشوا هذا اليوم عايشوا نعم عايشوا شوفوا أفعالهم اليوم شوفوا وعايشوا هذا اليوم شوفوا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا من زراعة حميد بن سالم إذا ما كنت غلطان. نعم صحيح. وأنت أبو الخير؟ أي نعم أبو الخير بيدار في المزرعة. أبو الخير أنت أكيد سمعت عن طرق الري الحديثة. نعم سمعت عنها وقالوا لنا ما منها فائدة ضيعة فلوس على الفاضي بس. زين أنت إيش رأيك أنا أكلمك عنها وبعدين تقرر. زين أخبرك يلا نسمع. استريح. كان المفروض اليوم ما أداوم. ليش مريضة؟ متورطة. متورطة؟ أبوي طلب مني إني ما أداوم. أما غير شكل هذا الأبو اللي عندك كل يوم ولا راي؟ زين ليش؟ واحد جاي يخطبني وهذا طلبه. أيوة بدينا المناورات. ليش سكت؟ لا سمعك كملي. إيش أكمل؟ كلامك. لا خلاص انتهت السالفة عن اذنك يا زهرة زهرة لحظة خيرنا في الزهرة على وين؟ خلاص أبترك الشغل انت ايش قلت لها؟ ما قلت لها شيء
بس هي تخبرني على اساس انها ما مفروض تجي الدوام اليوم. و وايش؟ كمل. وانها مخطوبه. تعرف انت حركات البلد. يا اخي انا كنت شاكك انك انت ما تفهم، واليوم تاكدت. ربيع عن الغلط. يا اخي الغلط انك انت ما تفهم كلامها. اي كلام؟ يا ابن الحلال، البنية امس طول الوقت وهي تسأل عنك، لما تجي وتقول لك انها مخطوبة ما تهتم؟ ما عليك، ما عليك منها. انت قول لي، انت ما تريدها تكون زوجتك؟ ايه، بس مو الحين. ما الحين؟ قصدي انا يعني انا مو جاهز. وبعدين هي ما قالت هذا الكلام الا على اساس انها تستعد للامر. فهمت يا ذكي؟ افهم من كلامك ان هاي الطريقة تريح الواحد. يعني ما يبذل نفس المجهود اللي يبذله في الأول. حجب هاي دعوة للكسل هذه. عفوا أنا ما قصدت كذي. على العموم هذا الكتاب فيه كل حاجة عن طرق الري الحديثة، أرجو أنك تقرأه وتخبر صاحب المزرعة لأنه الأمر ضروري للمحافظة على المياه. عندك أنا ماشي. استريح خوي استريح من جنوب فالة بتقاوى. لا أحسنت، مع السلامة. حياك الله. حياك. يا اخي ايش فيك وقفت؟ يلا نفسي تعبت، كمل بعدين. ها بدر، وين وصلت؟ لا لا ابدا، معك. معاي ولا مع زهرة؟ ما ادري، حسيت من نظراتها انها انها ايش؟ ما ادري. لا تدري، انها انسانة صادقة. نصيحتي لك يا صاحبي، ما تضيع هالانسانة بين يديك، ترى نادرا الواحد يحصل مثل الانسانة في هالزمن. نظام الري الجديد؟ الله يهديك جاب الخير، خلي عنك هذا السوالف تو. الله يهديني؟ كيف شايفني اربح صو ولا كيف يعني؟ الشرها ما عليك، علي انا ابوي. والله الواحد يبغى مصلحتهم ومعاندي. هاي ناس باع ما حد يتفاهم بر. جاب الخير؟ انت هنا بعدك؟ انت ايش عندك ثاني؟ انت ايش عندك؟ انتوا كلكم ما تريدون ولا ايش؟ ما نريدك. ادفع عليك بس، اذا ما تشيلك الارض تشيلك عيوني. اسمع العياره، اسمع العياره، الحين عيونك انت وسعني انا. الله يلعن بليسك ما تجوز عن هذه السوالف. اقول ها، انا كلي سمعت انه بدر ود اختك جاي عندك، هذا صحيح؟ اي نعم، جاء وراح. جاء وراح، وليش ما رحت عنده؟ يا جماعه يا جماعه، انتوا علاكم انتوا، ليش ما طايقيني؟ ليش؟ لو علي انا يا ابو الخير، الله يعلم معزتك عندي، وانت تعرف هذا زين. بس ايش اسوي؟ الناس تراهم بترد وبتقول للناس بعدك. الله يخليك، خلينا سالفه، غير هاي السالفه. اقول ابو راشد، ها ايش رايك بالتنقيط؟ اولاد من هذول بعد؟ هذول الله يسلمك اولاد الري الحديث. اولاد الري الحديث نور. هلا محمد.
بدر اشوفك واقف هنا، ليش ما دخلت؟ بارك الله بصحيح يا اخي، للحين بعدها ما جت. زين قوم اتصل بيها. رايك في حل اخر؟ خاف اضايقها. الانسان يا اخي. زين قوم انا بتصل فيها. قوم. لا 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 خلاص انا بحاول اكلمها. عاد اللي بتحاول بعدك. يلا يلا قوم ندخل داخل. قوم. احمد ايش قلت؟ معطني اثنين صم اشوفك. لا 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 معاك يا ابو الخير. ما رديت علي؟ رد عليك في ايش؟ اسمع انت، الحين صار لي ساعه اتكلم معاك عن نظام الري الجديد. لا لا انساها هذه السالفه. وليه؟ بس كذي. الو اهلا وسهلا. اهلا بالشيخ، كيف الصحه؟ لا والله ما حد عندي. ايش الاخبار؟ انت ايش فيك؟ جنات؟ مرة ثانية لما تكلم الناس كلمهم باحترام وشوف عليهم وعبرهم. اي ناس؟ انا وامثالي رجال شدة وعدة شجاع. اقوم اكلمك تعطيني الظهر؟ ايش اللي عشان الدنيا مغير؟ ها؟ شفته؟ ابو الخير وبعدين معاك؟ لا تظن نفسك انك صاحب المال وانا اللي بيدار وبسكت لك. لا بخليك الحين ومر علي البيت. سمعت؟ هذا الحين اللي تعرف انت ايش ضحكك يا اخي؟ انت غريب مره تقولني غريب انت ما تقدر تتصل فيها يا اخي. انت ما حاسس بالموقف؟ اي موقف؟ شوف يا اخي، اي تاخير منك ممكن يخليك تخسرها وللابد. انا ما راح تنتظرك لحد ما تجهز نفسك، اكيد حد بيتزوجها غيرك. لا 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 انا ما اسمح بهذا الكلام، انا لازم اكلمها. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو الخير. اه سوى الخلاص. خلاص كله؟ ايوه. سقل جانب شرقي كله؟ ايوه. زين حول الماء على الصب. تعال ما خلص كلامنا بعد. تعال. ايوه. سير خليهم يجهزوا الخضار كله عشان بكره اودي السوق. كله؟ لا نصفه. والباقي خليه خيس. كله طيب كله. خليه خيس الباقي. روح خليهم يجهزوا له كله. سير. يلا. هذا العامل لازم اراقبه، انا لازم اراقبه. هاي كنا ابو راشد. ابو راشد انت ما حد يوصيك. ها بشر. ها خليني ارتاح شويه. ما تريد وساده مره واحده بعد اجيب لك؟ انا طفت على الجماعه اللي قتلي امر عليهم، وقتلهم انك تريدهم فامر ضروري. وبيش ردوا عليك؟ بعضهم بيجي وبعضهم ايش؟ ليش سكت؟ بعضهم يقول خلي ابو الخير مالك يدور له شغل بدل من يزعج الناس. اسمع انت، هذه كانها إهانة شوية ما واجد. أبو الخير. نعم. انت ليش مطرش عليهم؟ اليوم العصر بتعرف يا أبو راشد، وبيعرف الكل ان أبو الخير ما جالس يلعب، وان كل اللي يسويه علشانهم. الله يستر. زهرة لو سمحتي. أدريني أنا بصراحة ما فهمت الموقف أمس. بدر أبوك. لكن أنا أريد أكلمك في موضوع مهم. أبوي موجود في البيت كل يوم بعد صلاة العشاء. والله؟ وحظك يا بدر. فهذا النظام الجديد هو مفيد مثل ما خبرتكم، وبيوفر الماي وبيريحكم من التعب. وعلشان المصلحة احنا لازم نستخدم كلنا نظام الري الجديدة، لانها مفيدة، والواحد منكم ممكن وبالتأكيد انه بيحصل معونة من الوزارة. وانتوا لازم تبدون من اليوم قبل بكرة. لازم نبدأ كله قبل يوم قبل بكرة. نعم اليوم. ايش اللي جالس تقول؟ انت جالس تتكلم من الله يهديك. مالك يا ابو راشد؟ ترى قاطعتني الله يهديك. ما قاطعتك، بس شوف حالتهم الله يهديك.
ايش قصدك؟ شوف شوف هذاك. ها محمد بن علي، انت جاي تنام من جاي تنام؟ اه كلامك نوم، انا رايح. ما يريد يستفيد، ما يريد. المهم هالماي يا جماعة الخير. أي ماي؟ شوف الثاني الله يهديك. أنا سليمان. إيه ما القارون عندك جالس عدة وأنا أتكلم؟ وكلامك إيش فايدنا؟ أحسن روح شوف شغلنا أحسن. لحظة سليمان لحظة، هذا الكلام مهم ومفيد لمزرعتك يا أخوي. ما أقدر عين هذا الكلام، نسمعه في الراديو والتلفزيون. والحين أنا بعرف أنت إيش خاصنا في الموضوع. الموضوع مهم يا سليمان. شوف يا أبو الخير، إذا تريد حد يقنع بكلامك نفذ الكلام اللي أنت تقوله في المزرعة اللي أنت فيها، ولما تطلع النتيجة إحنا نسوي مثلك. يلا نترخص، قوم نروح أنا. يا جماعة ها يا جماعة، إحنا بعدنا ما خلص كلامنا. إيه يا ناس سمعون. إيه تعال يا أخوي تعال، ما في فايدة والله. تركوني الناس كذاك ما تحب حد ينصحهم. أنا سبق وقلت لك هذا الكلام لكن أنت ما تسمع. ما منهم صدقني ما منهم. من مين عقب؟ مني أنا. كيف؟ أنا لازم أخلي حميد يسوي نظام الري الحديث بمزرعته. بس حميد قال لك ما يريد. بيسوي غصب على عيني. والحين أنا راتبي زين. الحين أنا أريد أعرف أنت ليش جالس تتكلم عن نفسك؟ عليك عم سعد، عشان تعرفني زين يا عم سعد. أول شيء أنا ما عمك، وثاني شيء ما أريد أعرف عنك أي شيء. ما عليه بكمل. إيش تكمل أنت؟ هي السنة بعد فيها تكملة. أوه نحن بعدنا لا في البداية. يا حبيبي الظهر ما عندك سالفة، جالس تلف وتدور. ننتظر ناس الحين بيجوا. زين زين حيا والله بيت بيتهم. يا اخي انت مالك ما تفهم. لا لا انا افهم، بس انا بعدي ما قلت علشان اللي جاي عليه. زين يا اخي قول وريحني. حقيقة عم سعد، طبعا يعني طبعا الحقيقة انا اريد كريمتكم، قصدي اريد اخطب كريمتكم زهرة لنفسي. ايش انت جاي تخطب بنتي انا؟ وهذا يسعدني اذا ما عندك مانع. طبعا عندي مانع ونص. ليش عم سعد؟ لانها مخطوبه. لا لا لان عارف ان بعدها وتراح نريد بعض ونود بعض، وانت يعني حرام عليك تسوي كذي. هذا غلط. غلط؟ هو انت تعرف الصح من الغلط؟ عفا عليك والنعم فيه. الصح يا ابني انك تجيب حد من اهلك معاك، بنات الناس ما ينخطبن كذاك. روح يا انسان حاول تفهمني. انا الحين اريد اعرف شيء واحد بس، بتسوي نظام الري الحديث في المزرعه ولا لا؟ لا. اذا اسمح لي اقدم استقالتي. مع السلامه. كذي بكل بساطه؟ ايش اسوي فيك؟ ما راضي تفهم؟ المزرعه ما جايبه همها، كلها خسائر، وانت تبينا اسوي لها نظام الري الحديث؟ ومن قال لك ان المزرعه ما جايبه همها؟ هذا اللي صاير. هذا اللي صاير لما كان سورج فيها، اما في زمان ابو الخير لا. هل غوازي خذ شوف، ها كم جاب المزرعه، خذ شوف. الحقيقه يا ابو الخير الحقيقه يعني انا ما كنت اعرف ان المزرعه. وتاكد لو سويت لنا نظام الري الحديث الانتاج بيكون اوفر. اعذرني يا ابو الخير اعذرني، ما فهمتك. ما فهمتني يا حميد لانك ما تريد تفهمني. عموما روح دور على سورج خليه يرجع لشغله، والله الغني عن الشغل معك. عن ابنك ابو الخير. لحظه لحظه بنتفاهم. يعني تعرفي هذا اللي اسمه بدر؟ هذا زميلي في المكتب. لا وزملاء بعده؟ والله زين، اكيد عارف انه جاي خطبش اليوم. يعني عارفه زين، ليش ما قلتي لي انك مخطوبه؟ يا ابوي انا بعقلي ما وافقت. كيف يعني؟ يعني ترفض الرجال اللي جاي عن طريقي؟ انا ما قصدت لكن. ايه بنيه ايه تجنيت وليش؟ يا أبوي أنت طلبت رأيي وسمعته. وكأني ما سمعت شيء. فكر زين
وخلي عقلك في راسك. انت ما احسن من اخواتك اللي تزوجن كبار التجار، سمعتيني؟ ما في غير خالتي اصيله، انا لازم اتصل فيها. زين زين يا نادي العقله في ذا الناس. الو اهلا، كيف حالك حبيبتي؟ كيفش بنتي؟ خير؟ مالش؟ ايش اللي صار؟ ابوش صار في شيء؟ يا الله وحنانش، بكره وانتي على هذه الحاله؟ الا الولوله تو جايتنش. يلا في امالنا. زين ايش انت ناوي تسوي الحين؟ والله ما ادري يا ربيع. اما ابوها هذه سالفه بعد. بالاول قال لي انها مخطوبه، وبعدين غير المؤجر قال يا حبيبي لازم تجيب لي حد من اهلك معاك. عليك بخالك بالخير. ما بيجي مهما كان الامر، ما بيجي، هذاك ما فاضل لي انا بعد. ما اعتقد انه في هالموضوع يردك. انا يهمني ان زهره توقف معي. ايش تقدر تسوي هالمسكينه؟ وحظك يا بدران. انت بدال لا تستند بحظك تحرك قوم سوي شيء. انا لو اعرف ايش لازم اسويه كان سويته. لا تهتمي يا بنتي ابدا، ما دام خالتش اصيله حيه فما يصير شيء الا برضاش واللي انت تريدي مهما كان. ولا تظني انش وحدش، لا انا موجوده وحاضره، واللي عنده كلمه اردها في لسانه ان شاء الله. كيف حالك سعد؟ اهلا اصيله. شوي شوي على عمرك. اهلا اصيله. ابوي الكلام ده بيطيح من حلقك جالس كذا. بعدش تخيط ثياب؟ هي نعم بعدني اخيط ثياب وابيعهن بعد، ويكون في علمك ثياب عرس بنت اختي ان شاء الله وباذن الله اذا عشت اخيطهن انا وحدي بيديني يوم تبى تتزوج وباللي هي تريده، ما يهمش انت ما تخافي. زين لولو؟ زين. يلا عدت انا سارع عندكم. تو الناس خالتي؟ ما علي يا بنتي، مره غيرها تو انا ما بتسيقها. يلا عدت انا سايره ولا تخافي ها؟ وانا موجوده وحاضره افعل ايش بس انت بس انت امري. ان شاء الله خالتي. يلا عاد بمالنا. مع السلامه. نشوفكم بالسلامه ان شاء الله. يلا احسنتي خالتي، مشكوره ما قصرتي احسنتي. زهرة. أيوة أبوي. أنت عارفة أن خالتش هذه أنا ما أطيقها، ليش اتصلت فيها؟ لأنها خالتي. أنا تراني ما تهمني خالتش هذه، لا يكون تفكري في أني خايف منها، بالعكس أنا أسكت عنها لأنها ملسونة وأنا رجال شخصية ما أحب لاسن. تصبح على خير. الحين هذه الأصيلة إيش اللي جابها؟ بتطير المصنع من يديني. رايح مسقط الأخ؟ يا ترى بيستمر أبو الخير
يصلح اغلاط الورى فيستمر ابو الخير فيستمر ابو الخير. وصاحبه من مر امره غريب ما يندري بكره يشوف معكم نطوف بكره يشوف معكم نطوف في دولة مع ابو الخير يصلح اغلاط الخير في دولة مع بالخير.